والسلام على اشرف المرسلين. احنا اليوم في اليوم الافتتاحي لمهرجان حساسنا المزعزع في الدوره والنسخه ديالو الثالثه، تخريدا للذكرى 45 لاسترجاع اقليم وادي الذهب. هذا المهرجان المنظم من طرف جمعيه خيالات بني مجريش الفرنسي التقليديه المزعزع بتعاون مع جماعه حساسنا وفعاليات المجتمع المدني وبدعم من فندق اوسبيتاليتيين تحت شعار الطبور الى عبق التراث واحياء الاصاله، الممتد بين 13 غشت 2024 الى غايه 18 منه. اليوم كما سبق الذكر هو اليوم الافتتاحي، يوم الثلاثاء اليوم الافتتاحي. حضر معنا السيد عامد صاحب الجامعه الاقليم الرشيد، وهو وفد مرافق له من الساده البرلمانيين ورؤساء الجماعات والسيد رئيس دائره برشيد بالنيابه والسيد خليفه قائد قياده سيدي المكي ومجموعه من الحضور. ومن هذا المنبر كل شكر السيد عامد صاحب الجلاله على تلبيه الدعوه وعلى الوقوف ديالو والحضور الثالث له على التوالي معنا بالمهرجان. هذا المهرجان اللي وقفوا عليه مجموعه من الاشخاص ومجموعه من الشخصيات المنتميه لجماعه حساسنا من اعضاء ومنتخبو المجلس والساده موظفو وموظفات، والشكر للعمال العرضيين الذين سهروا ليلا نهارا على تاتيت وتجهيز فضاء محرك الخيل والخير. الحمد لله.